ايوه يا جماعه، اخيرا بتصور انا واقف، وبعد انتظار اسبوع اخيرا بيعود لنا العالم المليء بالمتعه والتفاصيل، المسلسل اللي عمل جدل كبير جدا ما بين ناس بيحبوا المسلسل وناس كتير جدا بينتقدوه. عايز اقول لكم قبل ما نراجع الحلقه الثالثه من مسلسل رينجز اوف باور ان عدد التصويتات على المسلسل في اول حلقتين بس على موقع اي ام دي بي وصلت لاكثر من 100,000 صوت، وده وقت تصوير الفيديو. سواء انت حبيت المسلسل او لا، فالمسلسل ده فعلا شعبيته كبيره. محبي عالم سيد الخواتم ومحبين الروايه كانوا منتظرين المسلسل ده بفارغ الصبر. الحلقه الثالثه فيها كلام وحاجات كتير جدا عايزين نتكلم عليها النهارده. فقبل ما نبدا بقى، ما تنساش ان انت تنزل تعمل لايك للفيديو تقديرا للمحتوى، ممكن تشترك في القناه وتفعل الجرس اللي جنبه ده. وممكن يا جماعه نوصل الفيديو ده 500 لايك، انزل اعمل لايك دلوقتي ونخش على مراجعه الحلقه الثالثه من مسلسل لورد اوف ذا رينجز، ذا رينجز اوف باور. الحلقه الثالثه بتبدا بظهور الواحد كان مستنيه من سنين بصراحه، ظهور وحوش الاوركس، ومش بس وحش واحد بس زي اللي شفناه في الحلقات اللي فاتت، مجموعه من الاوركس بشكلهم المرعب والمخيف. بيتم اختطاف الالف او الجن اللي كان عامل جدل كبير جدا والناس كتير كانوا بينتقدوه هو شخصيا. لا تزعلوا نفسكم، هو اتخطف شويه هو هيتعذب حبه حلوين. خلونا كده نبدا بمشاهد الاوركس يا جماعه. الصراحه كده مشاهد الاوركس دي حاجه تانية، ولازم كل حلقه هتكلم عن وحوش الاوركس يا جماعه. الوحوش دي كده يعني التاثير بتاعها عليك وانت بتتفرج مش هتشوفه في اي فيلم او مسلسل تاني غير طبعا لورد اوف ذا رينجز. في حاله بقى ان انت ما تعرفش، فانا عايز اقول لك ان وحوش الاوركس كانوا في الاصل جنيين، تم اختطافهم وتعذيبهم من سيد الشر مورغوث، فتحول شكلهم من الف الى اورك، وده سبب ان الجنيين مش بينطقوا اسم مورغوث الحقيقي اللي هو ميلكور الطاغيه والفالار الشرير زي ما اتوصف في الروايه. المسلسل ما زال كده بيبهرنا بصريا وبيفليكس علينا، بيقول لنا ايوه انا المسلسل اللي اتصرف عليه نص مليار دولار. عالم بصريا كده ما فيهوش اي غلط، تقريبا كده بيورونا كل دولار اتصرف في ايه بالظبط. وبتبدا احداث الحلقه الاولى في مملكه نومينور، مملكه البشر. وعلى فكره دول مش كارهين للالف زي بقيه البشر، ايوه العلاقه بينهم مش في احسن احوالها، ولكن البشر اللي في نومينور كانوا بيحاربوا مع الجان في صف واحد عشان يواجهوا الشر، واقصد هنا بالشر مورغوث واتباعه. عشان كده الفالار اهدوهم المملكه دي، وعلى فكره انا الفالار اتكلمت عليهم في فيديو تاني. دول كده زي ابناء الاله اللي صنع العالم الخيالي اللي بتحدث فيه كل احداث المسلسل. كم بقى المتعه البصريه اللي انا بشوفها في المسلسل ده، انا مستعد اقول انه من امتع التجارب البصريه اللي انت هتشوفها في مسلسل او ممكن تشوفها في مسلسل او هتفكر كده ان انت تشوفها في مسلسل تاني. بجد مش ببالغ، فعلا المسلسل ده يعني انتاجيا فهو حاجه ضخمه جدا، يعني ما حدش كان يتوقع ان هما ممكن ياخدوا الريسك ويصرفوا الفلوس دي كلها في موسم واحد بس من المسلسل. خلونا بقى نسيبكم المؤثرات وحاجات دي وتعالوا نخش بقى على الشخصيات والكلام التقيل. شخصيه جلادريال اللي ناس كتير مختلف عليه، اللي مختلف على الشخصيه نفسها وفي اللي مختلف عن الممثله اللي بتقوم بالشخصيه. انا بقى مختلف مع الاثنين بصراحه. الثلاث حلقات اللي شفتهم فاقدر اقول ان التمثيل قد لا يكون الجانب المميز للشخصيه دي او الممثله، مع ان برضو الحكم عليها دلوقتي مش كامل، ولكني كده بدات اتعود على ظهورها وطريقتها في الكلام. هي ايوه طريقتها مختلفه، ولكن ممكن نحط من الاعتبار ان هي عشان من الالفز فممكن طريقتها تكون مختلفه شويه. اما بقى كشخصيه فاحنا ما شفناهاش غير ثلاث حلقات بس، وبصراحه كده ما اقدرش احدد كل جوانب الشخصيه من ثلاث حلقات، لسه في كتير ما نعرفوش عن شخصيتها المحاربه اللي بتحاول الوصول لسيد الشر. المسلسل ده يا جماعه لا يصنف بطوله مطلقه ليها ابدا، انا شايف ان ظهورها بيبقى معقول جدا ومش بتظهر طول الحلقه. فالمسلسل فيه فروع وكل فرع بيخدم القصه، وهكلمكم عن الموضوع ده بالتفصيل كمان شويه. بتظهر شخصيات كتير ما شفناهاش في اول حلقتين، وده كده دليل بيثبت ان المسلسل ما زال يحمل في جعبته الكثير. الانديا اللي يعني اسمه صديق الجان، اللي بيخدم في مملكه البشر، شخصيه مثيره للاهتمام لسه في بدايتها، ولكن اتوقع لها مستقبل قوي في الاحداث القادمه. جبني فكره ان هم بيحطوا خريطه قدامك، كل ما الاحداث تنتقل من مدينه لثانيه بتظهر لك الخريطه الخياليه دي وتروح للمدينه اللي هيحصل فيها الاحداث، بحيث ما تتوهش خالص في العالم اللي ما بيخلصش. ايه بقى موضوع الفروع اللي انا قلت لكم عليه في اول الفيديو؟ القصه بدات تتحول الى فروع، كل فرع في مكان مختلف بقصه مختلفه بشخصياتها، ولكن كلها مرتبطه كده ببعض في قصه واحده، وهي محاوله ظهور الشر الاعظم مورغوث. بتبدا جلادريال تكتشف معلومات في مدينه نومينور عن خطه لصنع مملكه للاوركس، ولكن مش هي دي المشكله، في خطه كمان موجوده في حاله هزيمه مورغوث، وان لو الخطه الاساسيه فشلت ففي خطه بديله هيبدا تنفيذها اتباعه. الارض الوسطى في خطر، وخصوصا الاراضي الجنوبيه، لانها قد تكون اول الاماكن اللي بيتم تدميرها واباده كل من فيها او حتى استعبادهم وتحويلهم لعبده الاوركس، لان لو سارون رجع فعلا وسيطر على الاراضي الجنوبيه فدي بس هتكون مجرد البدايه. المسلسل بدا يعرفنا اكتر بقدرات الشخصيات، وده ما شفناهوش في الحلقات اللي فاتت، وفي نفس الوقت ما بيهملش الجانب البصري اللي انا يا جماعه المسلسل ده هيخليك كده تخش في عالم، يعني سيبك بقى من انه مسلسل وكل ده، انت بتخش في تجربه وعالم مختلف، لان صدقني ما ينفعش قصه زي كده تبقى جايه بمؤثرات سيئه ابدا. اكد لك ان المسلسل ده كده لو ظبطت الاجواء وشفته كده على شاشه كبيره فانت هتدخل في تجربه مختلفه، يا اما بقى هتحب ان انت تخوض التجربه دي كده من اولها، يا اما هتروح تتفرج على مسلسل تاني، وما اقدرش اقول لك يعني انهي الصح في الاخر، ده ذوق. بس انا انصحك ان انت تشوفه. وبما ان كده في اختلاف صغير عن التجربه البصريه والمؤثرات في المسلسل، فممكن برضو تنزل تقول لي رايك تحت في الكومنتات في الموضوع ده. الهارفودز من احلى الحاجات اللي بتفصلك عن الاجواء الجاده في المسلسل. بنشوف
بشوف كائنات لطيفه كده بصراحه، وحتى الشخصيات بتاعتهم كده يعني تخش القلب على طول، دمهم خفيف. وخلينا متفقين ان مش كل الحوارات اللي موجوده في المسلسل ممتعه او مثيره للاهتمام. لازم برضو المسلسل ياخد حقه ان في اكتر من حوار كانوا ممتعين جدا، ما اقدرش اقول ان هم كانوا مثاليين يعني، ولكن هي شويه حوارات كده بتحمسك للي ممكن يحصل في المستقبل. يا جماعه صح، هي الممثله دي كده شبه ايما واتسون ولا متهيألي؟ انا حاسس ان هي شبه ايما واتسون اكتر من ايما واتسون ذات نفسها. المهم ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتعمل لايك، ها، عشان احصائيات اليوتيوب عندي بتقول ان اكتر من 50% من اللي بيتفرجوا مش مشتركين في القناه. دي حاجه حزينه جدا. ثنائيه جلادريال وهالبرند يعني مع اختلافهم بس في صفات كتير كده تحس ان هي مشتركه بينهم. الاثنين مكانتهم اكبر من كده ويقدروا يعملوا حاجات محدش عنده الشجاعه ان هو يعملها. هالبرند عيلته اقسمت بعهد دم ان هي هتكون مطيعه لمرجو، ولكن هالبرند مختلف ومشتت بين انه عايز يسترجع مكانته وسط قومه وما بين ان هو عايز يعيش كرجل عادي وسط العامه. ولكن يبقى الفصل الافضل ليا في الحلقه اللي بشوف فيه صراع الالفز المستعبدين مع وحوش الاوركس. انا بدات احس اصلا ان انا عايز وحوش الاوركس هم اللي ينتصروا. لما فكرت فيه حسيت ان هو يا اما حاجتين، يا اما يكون عيب في المسلسل ان انا مش متاثر مع الشخصيات، او عيب فيا ان انا اللي فيها حاجه بصراحه. جانب الصراع بين الالفز والاوركس هو صراع عنيف شويه، محتاجين شويه اكشن اكتر من كده في المسلسل صراحه، لان المسلسل رتمه مش اسرع حاجه ابدا، وده لو كل حلقه هيحصل فاعتقد ان انا حماسي هيقل كل اسبوع. ولكن نقدر نقول ان الحلقه دي حاولت جاهده كده ان هي ترضي المشاهد. ما اقدرش اقول ان انا راضي وان الحلقه يعني تاخد العلامه الكامله، بس نقدر نقول ان هي بتصبرنا كده للي جاي. ومعلش يا جماعه، الالف الوحيد اللي مضايقكم هو الوحيد اللي ما ماتش، فللي كارهينه الظاهر ان هو مطول معانا شويه. واخيرا بنشوف الظهور الاول لادر اللي باين كده ان هو ملك للاوركس او القائد بتاعهم. بعد محاوله الالف الفاشله ان هو يهرب من الاوركس بيودوه للقائد بتاعهم وهو ادار، تنتهي الحلقه قبل ما نعرف هو هيقرر يعمل فيه. حلقه ما زالت ما جاوبتش على اسئله كتير الصراحه كانت عندي، ولكن المسلسل مش عايز يكشف عن الحاجات دي في الحلقات الاولى، ده اكيد لاسباب هنعرفها في الحلقات الجايه. بس بالنسبه للمشاهد يعني فهو يحب ان هو يشوف حاجات اكتر من كده، يشوف اكشن اكتر من كده، يشوف دراما اكتر. توقعات عاليه جدا على المسلسل، ويمكن ده هو السبب اصلا ان في ضغط كبير على المسلسل. انا ما شفتش مسلسل محطوط كده في توقعات وضغط زي ما شفت في مسلسل رينجز اوف باور، والصراحه ده مش واقعي خالص. يعني انا اكتر واحد نفسه يشوف ان كده تحصل حاجه ملحميه في الاحداث الاولى، لكن مفيش مسلسل هيقدر يعمل كده في البدايه، خصوصا كمان ان ده في عالم ما ينفعش ان انت تبوظ فيه حاجه. ولكن انا اتوقع ان من الحلقه الجايه هنشوف احداث قويه فعلا. افتكروا كلامي كويس، لان اغلب اللقطات اللي كانت في اعلان المسلسل اللي بسببه الناس اتحمست تقريبا كانوا من اول 3 حلقات. هنشوف شخصيات اكتر وحاجات مهمه جدا هتحصل في القصه في الحلقات الجايه. ممكن نشوف حرب صغيره كده تحصل، لان صراحه المسلسل محتاج ان هي دي كده اللي هتبين قدرات المسلسل وممكن يوصل لحد فين. استمتعت بالحلقه ولكن بصراحه كنت مستني اكتر من كده، ولكن الموسم لسه فيه كتير جاي. وعلى فكره تم الاعلان رسميا ان هو هيتجدد لموسم تاني وهيبداوا يصوروا فيه قريب. ده كان رايي في الحلقه الثالثه، بس المهم ان انت تقول لي رايك تحت في الكومنتات. ايه رايك في الحلقه الثالثه والمسلسل بشكل عام؟ عرفني رايك وتقييمك للحلقه، وما تنساش لو الفيديو عجبك تدعمني وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، لان ده فعلا بيفرق جدا يا جماعه. ولو عايز الفيديو يوصل لك كده اول ما ينزل فعل الجرس الصغير اللي موجود جنبه. وانا علي اسماعيل، نونز موفي هاسلر، اشوفكم في فيديو جديد. اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. سلام.